يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عجوز تقول إن رجلا من الجن يأمرها بأوامر، منها أن تتبخر في يوم كذا وكذا، وتزعم أنه لم يأمرها قط بالكفر، وهي تطيعه منذ 40 سنة وقد استسلمت له بالطاعة، فما حكم هذه الطاعة من حيث العقيدة؟ هذه شرك بالله عز وجل، عليها أن تتوب إلى الله وأن تخلص العبادة لله والطاعة لله، تتبرأ من هذا الشيطان. هذا شيطان من شياطين الجن، فلا تطعه. لا طاعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الجن ولا من غيره. نعم.